للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني. دكتور هاني أهلا ومرحبا بك. أهلا دكتور سيف، أهلا ومرحبا بك. دكتور سيف، يعني الآن نشاهد جهود وزارة الإسكان في إنشاء المجمعات الخدمية للمواطنين في مركز إدفو في محافظة أسوان، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تعليقك على جهود الدولة في مختلف جهات الجمهورية تحت ستار أو تحت شعار حياة كريمة؟ هو حضرتك بالنسبة لمشروع حياة كريمة ده بيخاطب كل المصريين، كل الفئات، وبالتالي لما وزارة الإسكان تتولى 13 مركز في إدفو وفي أسوان، فده يعكس اهتمام الدولة بالصعيد والريف بجانب اهتمامها بمراكز. دي أول جزئية. ثاني جزئية إن الخدمات العامة دي كلها بتخدم في الآخر المواطن المصري. نعم. بالإضافة مش بس حضرتك في 13 مركز خدمة، لا، في إحلال وتجديد للمراكز القائمة، وبحيث إن هي تزود الطاقة الاستيعابية بتاعتها وتزود الاستفادة منها. يبقى الدولة بتعمل على 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 محورين. أول محور هو الاستفادة من كل ما هو موجود، المحور الثاني إن أي نقص أي مركز بيتم احداث مراكز جديده، وده اللي حصل من وزاره الاسكان. المحور الثالث ان جميع الوزارات والمحافظات بتعمل ليست كجزر منفصله زي الفتره قبل 2014، ولكن جميع الوزارات وجميع المحافظات بتعمل كيونت واحد، كتيم ورك واحد، من اجل رفع جودة الحياة للمواطن. نعم دكتور سيف، يعني الآن يتم تأكيد وزير الإسكان عاصم الجزار، أو أكد وزير الإسكان عاصم الجزار، أنه قد تم تخصيص مساحات مناسبة لكل خدمة. دعنا نستعرض مع المشاهدين الخدمات التي تقدمها هذه الجهات، خاصة وأن هذه المراكز تقوم بتقديم هذه الخدمات بشكل تكنولوجي. بشكل التكنولوجي حتى يتناسب مع العصر اللي احنا فيه. احنا النهارده في 2021، تأكيد أسلوب التعامل هيختلف كتير عن الفترات السابقة. النهاردة الدولة بتقدم كل الخدمات بأسرع ما يمكن وبتقنية عالية للمواطن، وهو موجود جوه بيته. يعني ممكن وهو جوه بيته يدخل على الخدمة، يسجل نفسه ويستفيد. دكتور سيف، أنا سامع حضرتك. اتفضل. فده استمرار لدور الدولة حضرتك في رفع جودة الحياة للمواطن المصري من خلال الخدمات، ومن خلال المسكن، ومن خلال حياة كريمة، وكل ده في الآخر. يعني هل سيستطيع المواطن حجز وحدته السكنية عن طريق الويب سايت أو عن طريق الموقع الإلكتروني؟ هل هذا هو المقصود؟ هيحجز وحدته عن طريق الموقع الإلكتروني، وهيتعامل مع الخدمات ايضا، مع المستشفى ومع المدرسه ومع الحضانه ومع المجمع. جميع هذه الخدمات هتتم من خلال العمل الالكتروني. نعم، ايضا سيتم انشاء 17 او 17 مركز شباب، وتطوير ورفع كفاءه 33 مركز اخر. تعليقك دكتور سيف. ان الدوله دايما بتهتم بالخدمات اللي هي الصحه والتعليم، تم ايضا بالرياضه، صحه المواطن، دي من اهم المواضيع اللي بتشغل القاده السياسيه. يعني لما يبقى المواطن صحته كويسه والشعب صحته كويسه، فبالتالي هيقل الصرف على مجال الصحه وعلى مجال المرض وعلى هذا المجال. نعم. اذا الدوله بتهتم بالرياضه علشان صحه المواطن المصري. نعم، كان معنا عبر الهاتف الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك.